ولمناقشة الصراع الأمريكي الإيراني في العراق معنا من مالمو الأستاذ فالح حسن الموسوي الخبير الأمني والعسكري. أهلا ومرحبا بك أستاذ فالح. بداية، القصف الذي طال مقر الحشد في القائم اليوم، ما دلالاته؟ يا مرحبا، عليكم السلام. تحياتي لك ولقناة الرافدين لجمهوركم. الحقيقة أنه القصف المتبادل وفعل الأرض العراقية هو هروب للأمام، هروب إيراني للأمام. إيران في مأزق بسبب الثورة العراقية التشرينية الشبابية، وبسبب ما يحدث في لبنان، وبسبب الوضع الداخلي المتأزم في إيران الذي لم ينشر على الإعلام. فأفضل طريقة هي التصعيد. حاولت الميليشيات التصعيد مع ثوار العراق السلميين لسحبهم إلى اقتتال في داخل الأرض العراقية، واستخدموا كل الوسائل، لكن حكمة وحنكة وذكاء ثوار العراق الشباب السلميين تجنبت التصادم مع الميليشيات، مما أدى إلى أن تقصف كيوان بنوعية معينة من الصواريخ المعروفة. وهذا القصف استهدف القاعدة اللي فيها أمريكان. بقش قد أمريكان قتلوا، متعاقد ما متعاقد هذا مو مهم، لأنه الإعلام والأمريكان أكيد ما يصرحون بالحقيقة. لكن علينا أن نتذكر أنه ترامب عندما سقطت الطائرة الاستطلاع أسقطوها الإيرانيين، قال ما فيها جندي أمريكي ولا فيها أمريكي حتى يكون رد فعلنا عنيف على إيران. الآن قتل أمريكان، الرد هل يكون على الأرض العراقية؟ أنتوا الأمريكان تعرفون أنه اللي يستهدفكم هو الإيرانيين بأدوات، فأنت بدل ما تستهدف الأدوات وعلى الساحة العراقية، طيب استهدف الإيرانيين. في سوريا الملف الإيراني مستلم، الكيان الصهيوني مستلمه. الكيان الصهيوني يقصف قواعد فيها جيش إيراني ويوقع خسائر بهم. الآن المستهدف الحشد الشعبي، ما مستهدف لا جماعة الله ولا جماعة العصائب ولا جماعة فلان وعلان. طيب الحشد تقول الدولة العراقية أنه جزء من المنظومة الأمنية، شنو دور الحكومة العراقية العميقة؟ هو هذا السؤال. يعني ميليشيا حزب الله وغيرها هي جزء من الحشد، هل تتوقع أن يكون هنالك رد من الحشد بميليشياته المتعددة على الضربة الأمريكية؟ أنا سابقا قلت والآن أكرر أنه تعرض الحشد عدة مرات إلى ضربات أمريكية بالطائرات المسيرة وضربات موجعة لم يرد. لماذا الآن يرد على ضرب القائم ولواء 45 و46 بالتاجي؟ يقال أنه الآن أكو رد بأربع صواريخ موجهة إلى منطقة التاجي، ويقال أنه عبد المهدي استيقظ من نومته واستنكر القصف الأمريكي للواء 45 و46. الوضع وما فيه أنه الآن إيران بدأت تشعر أنه خيوط اللعبة اللي كانت تتحكم بها تنتهي، والما يحدث في العراق وثوار العراق هم السبب في جر إيران للكشف عن عملائها اللي يستهدفون القواعد الأمريكية. لكن بالمقابل الأمريكان هل هم جادين في ضرب إيران وفي تقليم أظافر إيران أو قطع الأيدي الإيرانية في لبنان والعراق وسوريا؟
واليمن، هذا سؤال كبير على أمريكا أن تجيب عليه. طيب يعني هل يعني اليوم الجيش الأمريكي يقول أن هجومه هذا هو استهداف لمراكز قيادة ومخازن صواريخ تابعة لميليشيا حزب الله، يعني ما هي تبعات ذلك حسب رأيكم؟ والله أنا اللي أعتقد هذا ضحك على الذقون. شنو ضرب قواعد؟ شنو تفجير؟ يعني هو مو سهل، يعني ضربوا 5 أو 7 قواعد وفيها أسلحة وفيها صواريخ وفيها وراح تضعف الحشد الشعبي والميليشيات، لكن هل هو هذا المطلوب؟ الإهانة التي يتعرض لها الأمريكان يوميا ويتجرحها ترامب وغير ترامب، شنو الأسباب؟ إيران طبعا الآن ليش دا تستغل هذا الظروف؟ ترامب دا يتعرض بالكونغرس إلى موضوع استجواب وموضوع إدانة، والكيان الصهيوني نتنياهو عنده مشاكل، اعتقدوا أنه الأمريكان والكيان الصهيوني غير قادرين على الرد، لكن جاء الرد، بس هل هذا الرد يكفي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، لماذا على الأرض العراقية ولماذا على الأرض السورية ومن يقتل بالعراق، ليش إيران تنقل المعركة للأرض العراقية؟ ليش الأمريكان يريدون المعركة على الأرض العراقية؟ شنو احنا صرنا صاحة للتطاحن بين الدول؟ زين ماكو شرف، ماكو أخلاق، ماكو ضمير عند أي من ذولا اللي تمكنوا وجاءوا على الدبابات الأمريكية وفي البوستال الأمريكي وحكموا العراق؟ ما بيهم واحد شريف يقول ليش الساحة العراقية نحولها إلى ساحة معركة؟ وإحنا قلنا في لقاءات سابقة، طيب إيران يعني هل نحن أمام بوادر حرب مفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ إذا تتذكرون أنا قبل أشهر قلت إنه الحرب الأفق حرب، لكن مو بالحرب اللي نتصورها، مو مثل الحرب شنوها على العراق ودمروا العراق ورجعوه مثل ما قال هذا إلى القرون الوسطى، لكن الحمد لله ما رجعوا الإنسان العراقي، لأن الإنسان العراقي اليوم في ثورته أثبت لهم بقى صامد وبقى موجود ولا يمكن أن يقتلعون الهوية الوطنية العراقية. لكن السؤال، هل سنشهد صدام مباشر بين الأمريكا والإيرانيين وعلى الطريقة العراقية أو على أي طريقة أخرى؟ أنا أشك في ذلك. أنا اللي أعتقد أنه المعركة الخاسر فيها الشعب العراقي والأرض العراقية، والإنسان العراقي راح يتعرض إلى الأذى. إيران شنو؟ يعني طلعت طائرات ضربت إيران، طلعت صواريخ ضربت إيران، إذا من الكيان الصهيوني وإذا من أمريكا، لا، يضربون في الأرض العراقية. سؤال، هل الأسلحة المستخدمة مثل الأسلحة المستخدمة في حرب الخليج، اليورانيوم المنظم اللي دمر الأرض العراقية وسرطن كل شيء؟ يعني من ما يقول هاي الأسلحة تستخدم الآن لضرب القائم؟ هي أسلحة فيها يورانيوم منظم، من يقول؟ وشنو ذنب الإنسان العراقي يدفع ثمن حرب لا ناقة له ولا جمل فيها؟ نعم. أمريكا وإيران شد وجد. نعم. إحنا شنو مصلحتنا بالدخول في أتون حرب وحرب بالوكالة؟ ليش؟ نعم. ليش؟ هذا شيء مؤلم، يعني القائم حرف عراقية، سيادة عراقية. نعم. يعني ما واحد عنده كرامة وشرف من الضباط العراقيين من المدراء العراقيين يقول كافي؟ مكافي، وإيران حولتنا إلى دمية تحركنا كيف تشاء، أنتوا ضربتوا كيوان وضربتوا جيش يعني شنو راح مثلا أمريكا راح تنسحب الخلاف بينها وبين إيران والكيان الصهيوني راح ينسحب من 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 مالمو؟ الأستاذ فالح حسن الموسوي الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.